بعد أن كان يوما للراحة، بات عيد العمال مناسبة للتعبير عن الغضب ورفع شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية. هذه سمة طغت على المظاهر الاحتفالية بهذا اليوم في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية. هكذا بدا المشهد في يوم العمال العالمي في العديد من البلدان. في تركيا مثلاً، ووسط هتافات تمجد العمال، كانت التظاهرات في منطقة غير تلك التي حددتها سلطات مدينة اسطنبول للاحتفال بالأول من أيار، وهو ما أدى لاعتقال العشرات بعد اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب قرب ميدان تقسيم في المدينة. إضافة لذلك، تأتي هذه الاشتباكات بعد أيام من إدانة نشطاء من المجتمع المدني التركي، بينهم عثمان كافالا الذي حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية. الجانب الأوروبي أيضا شهد صدامات مماثلة كما يجري في كل عام، فاحتجاجات عيد العمال في فرنسا وضعت الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يحتفل بولايته الثانية تحت ضغوط، خصوصا وأن الاحتجاجات تطالب بالعدالة الاجتماعية وزيادة الرواتب. دول أخرى أيضاً استغلت عيد العمال العالمي لإيصال رسالة للعالم لا تبتعد عن توقعات منظمة العمل الدولية التي تحذر من معاناة أكثر من 200 مليون شخص من البطالة في العام الحالي، وهو رقم قادر على قلب موازين النظام العالمي الذي يعيش اليوم ظروفاً حساسة بحكم التقلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فضلاً عن تبعات جائحة كورونا ومعدلات تضخم أسهمت في صياغتها ظروف الحرب في أوكرانيا. أرحب بضيفي من عمان أحمد عوض، مدير مركز الفينق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. أستاذ أحمد، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. بعد أن كان يوم العمال هو يفترض أن يكون يوما للعمل والراحة وكذلك الاحتفال ومنجزات بمنجزات ومكتسبات تحققت عبر مرحلة نضالية طويلة، لماذا بات هذا اليوم يوم للاحتجاجات إلى هذا الحد؟ تراجع وضع العمل والعمال ليخرج عمال العالم في احتجاجات تشكو من يعني يشكون فيها من أوضاعهم وتراجع وضع العمل. شكرا لك وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد العمال العالمي ومناسبة قدوم عيد الفطر السعيد. حقيقة يعني يوم العمال العالمي هو يوم يستذكر فيه العالم ويستذكر فيه صناع السياسي ويستذكر فيه أصحاب القضية نفسها اللي هم العمال قضاياهم، وبالتالي بعض هذه القضايا يتم التعبير عنها وبعض هذه الهموم يتم التعبير عنها عن طريق احتجاجات، وبعضها يتم التعبير عنها من خلال تحليل الواقع والتفكير في تحديد الأولويات في المستقبل. لا شك أنه شروط العمل في مختلف أنحاء العالم تراجعت خلال السنوات الماضية بشكل ملموس، ليس فقط بسبب جائحة كورونا وإنما قبل أيضا جائحة كورونا. غالبية عمال العالم دفعوا ثمن كبير للأزمة الاقتصادية السابقة والأزمات الاقتصادية الصغيرة هنا وهناك وفشل السياسات الاقتصادية في العديد من دول العالم، وبالتالي يعني يستفيد ويستثمر عمال العالم ونقاباته ومنظمات العمالية هذه المناسبة للتذكير بقضاياهم من خلال الاحتجاج بالشوارع وبطرق مختلفة. الاحتجاج المشاحنات اللي بتصير بينهم وبين رجال الشرطة في العديد من دول العالم هي غالبا تأتي نتيجة اعتراض السلطات الحاكمة على الجهود الجماعية اللي بقوم فيها العمال للتعبير عن قضاياهم ومظالمهم وطالبهم بإعادة النظر بمجمل منظومة الاقتصاد العالمي ومنظومة الاقتصاد في كل دولة على حدة من أجل تحقيق المزيد من العدالة والإنصاف لهم. طب اليوم أستاذ أحمد، ما الذي حققته ربما الحركة العمالية إذا ما تحدثنا عن الأردن؟ يعني بداية يوم العمال العالمي يعني منذ أكثر من 120 عاما تم تحديده عندما صارت احتجاج كبيرة في واحدة من أهم المدن الصناعية الأمريكية في قبل 120 عام، وراح هناك في ضحايا لهذا الاحتجاج، وحدد هذا اليوم باعتباره يوم العمال العالمي، وتم تحديد ساعات العمل بثمان ساعات. الأردن كجزء من منظومة دول العالم ككل حقيقة استفاد بشكل كبير من النضالات العمالية العالمية والعربية والأردنية، وبالتالي لدينا مجموعة من السياسات العمالية معبر عنها بقانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه وقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، وعبر السنوات الطويلة حقيقة حققت الحركة العمالية الأردنية
سواء كانت في إطار منظمات نقابية أو في إطار حركات مجتمعية، العديد من المكاسب. ولكن المشكلة تكمن في أنه الواقع أحيانا وغالبا بيكون أقوى من السياسات. يعني غالبية عمال الأردن لا يتمتعون بمعايير العمل المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية، سواء كانت قانون الضمان الاجتماعي أو قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بموجبهما. لذلك أنا تقديري هناك إنجازات كبيرة، ولكن خلال السنوات الماضية القليل الماضية جرى هناك العديد من التراجعات على سياسات العمل في الأردن، قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي على سبيل المثال في عام 2019 جرى عليه تعديل باتجاه تخفيف الحمايات للشباب بيشتغلوا في هذه القطاعات الاقتصادية، وقبل عدة أسابيع صدر نظام ينظم هذا الأمر. عندنا قطاعات كاملة حقيقة لا يشملها قانون العمل وفي قيود عليها مثل قطاع الزراعة، ومع أنه صدر نظام جديد بهذا الموضوع لأنه استثنى المنشآت اللي يعمل فيها أقل من 3 أشخاص. قانون العمل في السنوات 3-4 الماضية أيضا تم إجراء تعديلات عليه أضعفت من أدوار المنظمات النقابية بالمفاوضة الجماعية وتحسين شروط العمل. حققنا إنجازات، ولكن للأسف ما زال هناك العديد من الفجوات على مستوى السياسات وعلى مستوى احترامها على أرض الواقع. طب اليوم كيف نصب المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية أستاذ أحمد؟ هل ما ذكرته ينسحب على الجميع؟ ماذا بشأن المرأة؟ يعني ربما قد ما حققته من إنجازات لا تزال دون المستوى المطلوب. للأسف الشديد أستطيع القول بأنه خلال العقود الماضية نما لدينا خطاب مناصر للمرأة في سوق العمل، ولكن على أرض الواقع مشاركة المرأة الاقتصادية بقيت ضعيفة جدا. وآخر إحصائية صدرت قبل عدة أسابيع من دائرة الإحصاءات العامة تشير أنها تراجعت مشاركتها الاقتصادية أقل من 14%، ونحن من بين أكثر 5 دول في العالم مستوى مشاركة الاقتصادية فيها ضعيف. وهذا يعود إلى مجموعة من الأسباب حقيقة. نحن نتحدث كثيرا رسميا وغير رسميا بأنه هناك ضرورة لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، لأن هذا مكسب للمجتمع، مكسب للاقتصاد نفسه، لأنه الاقتصاد بحاجة إلى هذه الطاقات الإنتاجية، وأيضا من خلال تحسين زيادة استقلاليتها وتحقيق المزيد من الاستقلالية في حياتها ومشاركتها الاقتصادية. ولكن على أرض الواقع مجمل السياسات التي يتم تطبيقها على أرض الواقع، سواء كانت هذه السياسات على شكل أعراف أو على شكل قوانين وأنظمة وتشريعات، جميعها حقيقة لم تساهم في تحسين شروط العمل. المرأة تدفع ثمن ضعف شروط العمل في الأردن، انخفاض مستويات الأجور، ضعف الحمايات الاجتماعية، والعداد الكبير من النساء اللي بيلتحقوا بالجامعات، ونسبة البطالة بين النساء الجامعيات في الأردن تزيد عن 77% تقريبا، 77.8%، وهذا يعود إلى الفجوات الموجودة والاختلاف في منظومة التعليم. اقتصادنا يولد فرص عمل من نوع مختلف عن ما هو معروف من أيدي عامل أردني سواء ذكور أو إناث. حقيقة شروط العمل الضعيفة في القطاع الخاص خلقت بيئة غير صديقة للرجال والنساء، ولكن على وجه الخصوص للنساء، لأن الرجال يستطيعون التكيف لأنه مضطرين في إطار الثقافة المجتمعية السائدة أنه يتكيفوا ويغيروا بعض وظائفهم في تطور مسارهم المهني. أنا أشكرك من عمان أحمد عواد، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، شكرا جزيلا لك.